تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. بلادنا ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2451 وتشدد على استناد الحل السياسي على المرجعيات الثلاث. جاء انفجارين مع بعض 200 قنابل. مقتل مواطنين أحدهما طفل والآخر شاب وجرح 45 آخرين جراء إلقاء قنبلة على مبنى أمن مديرية الشحر مساء الجمعة. محافظ حضرموت يعزي في شهيدي الحادث الإجرامي بالشحر ويوجه بعلاج المصابين على نفقة السلطة المحلية وتشكيل لجان عسكرية وأمنية للوقوف على الملابسات. نشرة إخبارية مفصلة من قناة حضرموت الفضائية، أهلا بكم. رحبت بلادنا بقرار مجلس الأمن رقم 2451 الصادر الجمعة، والذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216. كما رحبت بدعوة مجلس الأمن إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة له، بما في ذلك انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى والتفاهمات حول مدينة تعز. قتل مواطنان أحدهما طفل والآخر شاب وجرح 45 آخرون تنوعت إصابتهم بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة جراء إلقاء قنبلتين على مبنى أمن مديرية الشحر مساء الجمعة. وعن تفاصيل الحادث أوضح مصدر أمني أنه في تمام الساعة 9:30 من مساء الجمعة قامت عناصر مجهولة برمي قنبلة صوتية أمام مبنى مركز الأمن الجديد بمديرية الشحر، الأمر الذي أدى إلى تجمع المواطنين لمعرفة ما حدث. وعند محاولة قوات الأمن تفريقهم انفجرت قنبلة يدوية أخرى وسط المتجمهرين. وعن تفاصيل الحادث أوضح مصدر أمني أنه في تمام الساعة 9:30 من مساء الجمعة قامت عناصر مجهولة برمي قنبلة صوتية أمام مبنى المركز الأمن الجديد بمديرية الشحر، الأمر الذي أدى إلى تجمع المواطنين لمعرفة ما حدث. وعند محاولة قوات الأمن تفريقهم انفجرت قنبلة يدوية أخرى وسط المتجمهرين. أول شيء كنا في البيت، بعد لحظات سمعنا صوت انفجار، انفجار من قنبلة صوتية، فهرعنا إلى نفس المكان، فتجمعت الناس عند باب المعسكر، تجمعت الناس بكثرة على صوت الانفجار الأول. وبعد فترة يمكن نص ساعة جاء انفجارين مع بعض 200 قنابل في نفس الوقت، يعني تفجرت وسط المواطنين، يعني كثرة الناس زحمة وتفجرت هذه 200 قنابل، وفجأة هرعت الناس كلين شغيلة وروح شرد. استنكر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف معسكر الأمن بمدينة الشحر مساء أمس، مترحما على روحي الشهيدين أمير محمد علي إبراهيم وأحمد حسن البحسني اللذين لقيا حتفهما في هذا الحادث، موجها بعلاج المصابين والجرحى على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة. كما وجه المحافظ بتشكيل لجان عسكرية وأمنية للوقوف على ملابسات الحادث، حثا المواطنين على ضرورة مساندة الأجهزة العسكرية والأمنية والإبلاغ عن أي عناصر أو جماعات يشتبه في انتمائهم للتنظيمات الإرهابية.
داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أي موقع يتعرض لمثل هكذا حوادث، وذلك لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأي مخاطر. وفي هذا الصدد أصدرت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بيانا حول الحادث الإجرامي الإرهابي الذي شهدته مدينة الشحر مساء الجمعة. جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المواطنون، الأخوات المواطنات، يا أبناء محافظة حضرموت جميعا، يا أبناء قواتنا المسلحة والأمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تابعت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بقلق شديد تلك الحادثة الإجرامية البشعة والجبانة التي أقدمت عليها عناصر مأجورة باعت نفسها للشيطان واستباحت دماء الشهداء من أبناء محافظتنا الباسلة. تلك العناصر التي تأكد انتمائها لتنظيم القاعدة الإرهابي والتي قامت مساء أمس الجمعة 21 ديسمبر 2018 وفي تمام الساعة 9:10 برمي قنبلة على بوابة معسكر الشحر الواقع في منطقة المحط، ثم ألحقته بتفجير عبوة ناسفة بعد 12 دقيقة من الانفجار الأول، وذلك بعد تجمهر المواطنين حول مكان الحادثة مما أدى إلى استشهاد شاب وطفل لم ترحمهما أياد الغدر والإرهاب، وهما الشهيدين أمير محمد علي إبراهيم 6 سنوات وأحمد حسن البحسني 23 سنة، وإصابة 45 من المواطنين العزل تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج. إن إقدام هذه العناصر الإرهابية على فعلها هذا الجبان لم ولن يثنينا عن مواصلة حربنا ضدها، خاصة وأننا قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن معركتنا مع الإرهابيين ستظل مفتوحة ومستمرة، ولن نتوقف إلا باستثاث هذه الآفة التي لطخت بأيديها القذرة دماء شهدائنا الأبرار على تراب حضرموت، وإننا لعلى ثقة بل وقدرة على هزيمة أي موقع، وسنواصل تلقين الدروس تلو الدروس، ولنا في معركة وادي المسيني وعملية الجبال السود بهضبة حضرموت والقبضة الحديدية في مديرية يبعث خير عبرة. وتعرف هذه العناصر الإرهابية بل وتتذكر ولن تنسى تلك الضربة الموجعة التي وجهتها لها قوات النخبة الحضرمية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية في معركة تحرير المكلا والانتصار الساحق الذي أجبر تنظيم القاعدة على ترك مدينة المكلا ومدن وقرى ساحل حضرموت وهو يجر خلفه ذيل الهزيمة والانكسار. وليعلم هؤلاء المجرمون المتطرفون بأن قواتنا قد أصبحت أكثر قوة وقدرة على مواجهة وخوض الحروب أكثر من ذي قبل، كما أصبحت على قدر كبير من التنظيم والتدريب وتنفيذ المهام القتالية وفي مختلف الظروف. إن إقدام عناصر الردة والإرهاب على مثل ما أقدموا عليه مساء أمس الجمعة في مدينة الشحر لا يمكن أن يعبر إلا عن إفلاس هذه العناصر المأجورة لتنظيم القاعدة ومحاولة إبهام الناس بوجودها، لكننا نتعهد أمام الله ثم أمام شهدائنا وأمام مواطني حضرموت بأن مرتكبي مثل هذه الحادثة لا يمكن أن يفلتوا من العقاب لقاء إجرامهم وعبثهم بأرواح مواطنينا الأبرياء، لكننا سنرد الصاع بصاعين وسنلقن هؤلاء المجرمين دروسا لن ينسوها طال الوقت أم قصر، وسنظل نتابع أثرهم وتدمير أوكارهم واستهدافهم وبكل ما أوتنا من قوة، وليعلموا بأن حضرموت لا تمثل حاضنة لهم ولا يمكن لها أن تقبل بمثل أولئك القتلة، فحضرموت أرض السلام والوئام والأمن والاستقرار وحاضنة لجميع المخلصين والمحبين لوطنهم ومأوى لمن يطلب العيش بكرامة.
الإخوة المواطنون الأخوات المواطنات، إن مسؤوليتنا اليوم تكبر وتتعاظم، وجهودنا لابد أن تتوحد صوب الأهداف الكبيرة لحضرموت وأمنها واستقرارها، وعلينا أن نسهم وبشكل فاعل في مساعدة الأجهزة العسكرية والأمنية في الكشف والإبلاغ عن تحركات تلك العناصر المشبوهة أو الجماعات التي لا يحلو لها العيش إلا على زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به محافظتنا، وحرفنا عن مسارنا في السعي نحو تحقيق آمال وطموحات مواطنينا في العيش في ظل ظروف أكثر هدوء واستقرار تتوفر فيها متطلبات المعيشة والحياتية وتدور فيها عجلة التنمية نحو مستقبل أفضل لأبناء المحافظة. ولكشف ملابسات هذه الجريمة، فإننا قد وجهنا بتشكيل لجنة من المحققين العسكريين والأمنيين للوقوف على هذه الجريمة وبسرعة التحري والبحث والكشف عن مرتكبيها وملاحقتهم والقبض عليهم لتقديمهم للمحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم الرادع، كما وجهنا بسرعة علاج الجرحى على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة. ختاما، نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والخلود لشهدائنا الأبطال، ولا نامت أعين الجبناء. اللواء ركن فرج سالمين البحسني، محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية. قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي بأنه تم الاتفاق مع قيادتي فرع شركة النفط بالمكلا ومكتب النفط بساحل حضرموت وشركة حضرموت العالمية للطاقة المستوردة على بيع مادة البترول التجاري ب 280 ريال بدلا عن 295 ريال بدءا من يوم السبت، والبترول المدعوم ب 260 ريال. جاء ذلك خلال لقاء ضمه مساء أمس مع مدير عام فرع الشركة الأخ خالد العكبري ومدير مكتب وزارة النفط بساحل حضرموت الأخ خالد باشامخة ومدير شركة حضرموت العالمية للطاقة الأخ عبدالله البسيري لمناقشة خفض الزيادة التي طرأت مؤخرا على سعر مادة البترول التجاري. ختاما، هذا تذكير بأبرز العناوين. بلادنا ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2451 وتشدد على استناد الحل السياسي على المرجعيات الثلاث. جاء انفجارين مع بعض، اثنين قنابل. مقتل مواطنين أحدهما طفل والآخر شاب وجرح 45 آخرين جراء إلقاء قنبلة على مبنى أمن مديرية الشحر مساء الجمعة. محافظ حضرموت يعزي في شهيدي الحادث الإجرامي بالشحر ويوجه بعلاج المصابين على نفقة السلطة المحلية وتشكيل لجان عسكرية وأمنية للوقوف على الملابسات. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.